أنا أرجع للثقة بالنفس إلى موضوع أهم قبل الثقة بالنفس، إلى موضوع المفهوم الذاتي. إلى موضوع المفهوم الذاتي، كيف يتحقق عند الإنسان المفهوم الذاتي؟ كيف يتحقق عند الإنسان المفهوم الذاتي؟ هذه الشريحة راحت وما طلعت ترجع. المهم، المفهوم الذاتي يتحقق عند الإنسان بعدة أشياء. الأمر الأول التقدير الذاتي. تقدير الذاتي يعني أن تقدر نفسك، لا تنتظر التقدير من الآخرين. كافئ نفسك، أنت تستحق ما يسمى بقانون الاستحقاق. الإنسان يستحق دائما. مرة جاءتني زوجة أن زوجها يريد يتزوج عليها، وتقول أنا زوجي تقريبا يعني أعطيته 60 عطر من الهدايا، وأشتري له دائما الملابس الجميلة وما تغير زوجي. سألتها أنت كم عطر عندك؟ قالت والله أنا عندي عطرين. تشتري نفسك ملابس جميلة؟ قالت لا، أنا كل راتبي حل أولادي وحل زوجي. قلت لها أنا ما لهم زوجك يتزوج عليك. لأن الإنسان إذا لم يهتم بنفسه، إذا زهد الإنسان على في نفسه زهد الناس عن. كيف تريد الناس تحبكم تقدركم وأنتم زاهدين في أنفسكم؟ لذلك مسألة جدا خطيرة، مسألة التقدير، تقدير الذات. وهذا الأمر، موضوع تقدير الذات، يقودنا إلى ما يسمى بالحب الذاتي، إلى فكرة جدا مهمة. الحب الذاتي، إيش معنى الحب الذاتي برأيكم؟ تقدير الذات يقودنا فكرة جدا مهمة وهي الحب الذاتي. إيش يعني الحب الذاتي؟ ماذا نعني بالحب الذاتي؟ حب ذاتك على طبيعتها. الحب الذاتي، الحب الذاتي نعم، الحب الذاتي يعني أتقبل ذاتي كما هي. الحمد لله على النعم التي أعطاني الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يحب ذاته، الذي يحب ذاته يحب شكله، يحب ذاته، يحب طوله، يحب عرضه، ما عنده أي اعتراض مع نفسه. أغلب اللي يروح العمليات التجميل عندهم إشكالية مع أنفسهم. ثم رقم اثنين بعد الحب الذاتي، تنمية الذات. أنت لما تشتري وردة في البيت، أو تشتري سيارة في بدايتها، أو تحب السيارة اللي معكم، هذه السيارة لابد كل 5000 أو 10000 أذهب إلى الصيانة. عندي وردة أو شجرة دائما أسقيها وأزرعها. في مشاركة أو شيء؟ هل هنا مشاركة؟ تنمية الذات. ولذلك لابد كل يوم أقرأ على الأقل صفحة، أقرأ كتاب، أقرأ أشياء مفيدة، أهتم بذاتي. تعرف الماء الراكد؟ الماء الراكد هو الماء، الماء الراكد هو الماء الذي لا يصلح للوضوء، لا يصلح للاغتسال، هكذا يقول الفقهاء. ولذلك الماء المتحرك وإن كانت فيه نجاسة ممكن الإنسان أن يتوضأ منه. لماذا؟ لأنه في حركة دائما. ولذلك الإنسان الذي يتطور دائما، يتعلم دائما، هذا الإنسان هو جالس يقدر ذاته بشكل كبير. رقم ثلاث، حماية الذات. الذي عنده تقدير لذاته يبتعد عن أصدقاء السوء. الذي عنده تقدير ذاته يبتعد عن المشروبات الغازية والمأكولات السريعة، يبتعد عن الأخبار السلبية. الذي يحب ذاته لا يدخن، لا يشرب المخدرات ولا المسكرات، لا يضيع وقته. ولذلك حماية الذات من الأفلام، البرامج التي تضر الصحة. ولذلك هذه نقطة جدا مهمة، أني أحمي ذاتي من هذه الأشياء التي تدمر هذه الذات. إذا في طريق النجاح لازم أهتم بهذه الأشياء.